السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے واقعات پیش کروں گا. اليوم سأسرد عليكم بعض الروايات التي رواها المصلح الموعود رضي الله عنه عن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والتي يتبين منها ماذا كان مستوى احترام النبي صلى الله عليه وسلم عند المسيح الموعود وكيف كان يظهر ردة فعله بهذا الصدد. لقد سرد المصلح الموعود رضي الله عنه حادثا يتعلق ببانديت الإكرام، وقال كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذات مرة موجودا على محطة القطار في لاهور أو أمرتسر، إذ جاءه البانديت الإكرام وسلم عليه. لما كان البانديت الإكرام يحتل مكانة مرموقة بين أتباع آريا سماج، فرح كثيرا أصحاب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام على أنه جاء ليسلم على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ولكن المسيح الموعود عليه السلام لم يهتم به قط. وحين لفت انتباهه إلى ذلك، إذ ظن لعله عليه السلام لم يعلم أن الإكرام جاء وسلم عليه، قال عليه السلام بحماس شديد: ألا يستحي إذ يسب سيدي ويسلم علي؟ أي لم يهتم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بمجيء الإكرام قط. والمعلوم أنه إذا اتفق لأحد من عامة الناس مقابلة زعيم أو قائد كبير يحسبه مدعاة لاعتزاز كبير لنفسه، فمن عادة الناس أنه إذا جاءهم شخص مرموق يقابلونه باهتمام بالغ، وإذا جاءهم شخص فقير لا يهتمون به. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر في ذكر الحادث نفسه: كان كبار الناس أيضا يحسبون اللقاء مع الإكرام مدعاة لاعتزازهم نظرا للاحترام والمكان التي كان يحظى بها الإكرام عند الآريين، ولكن انظروا إلى غيرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، إذ جاء الإكرام لمقابلة عليه السلام ولكنه قال: لن أقابله
ما لم يتوقف عن سب سيدي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحادث تتبين غيرته عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه درس أيضا، أنه ليس صحيحا أن يسلم المرء على الناس الكبار فقط واضعا في حسبانه أن ذلك سيرفع من شأنه، بل احترام الفقراء أيضا ضروري. الأصل في الموضوع هو إظهار الغيرة في محله المناسب. فإذا استخدم شخص كبير مهما كان كبيرا كلمات غير لائقة بحق نبينا صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لإعطائه أهمية. على أي حال، هناك جوانب مختلفة لهذا الموضوع. يقول المصلح محمود رضي الله عنه في بيان حادث آخر من هذا القبيل: كانت معاملة المسيح الموعود عليه السلام لأولاده حسنة جدا، لدرجة ما كان ليخطر ببال أحد أنه يمكنه أن يسخط على أحد منهم. كنا صغارا وكان في بالنا أن المسيح الموعود عليه السلام لا يغضب قط. كان مستوى حبه للأولاد عاليا جدا، لدرجة أن المولوي عبد الكريم رضي الله عنه قال للمصلح الموعود رضي الله عنه، قال: إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذكر له مرة ذات مرة أن ضلعه يؤلمه، فتم تدليكه ولكنه لم ينفع، فعثر عند فحص الأمر على أن في جيبه قطعة لبنة أدت إلى الألم في ضلعه. سئل حضرته: ما قصة هذه القطعة في جيبك؟ قال: لقد أعطانيها محمود وطلب أن أحتفظ بها، فوضعتها في الجيب لأعطيه إياها عند الطلب. يقول المولوي عبد الكريم: قلت لحضرته: أرجو أن تعطيني إياها فسأحتفظ بها. قال عليه السلام: لا، بل سأحتفظ بها عندي. فهذا كان مدى حبه عليه السلام لأولاده. يقول المصلح محمود رضي الله عنه: كان يحبنا جميعا كثيرا، وكان يحب أخانا الأصغر ميرزا مبارك أحمد بوجه خاص، فكنا نظن أنه لا يمكنه أن يحب أحدا أكثر منه، ولكن هذا الحب لم يغلب على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة فلت من لسان هذا الابن المدلل بسبب قلة فهمه بمقتضى الطفولة كلمة ما كانت تليق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة بحزم. يقول المصلح محمود رضي الله عنه في بيان حادث آخر: عقد الأريون جلسة في لاهور ودعوا المسيح الموعود عليه السلام أيضا للاشتراك فيها، وتعهد المشرفون عليها بأنه لن تقال كلمة سيئة بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا فيها شتائم بذيئة. حضر الجلسة بعض أفراد جماعتنا أيضا، بمن فيهم المولوي نور الدين رضي الله عنه الذي كان المسيح الموعود عليه السلام يحترمه احتراما خاصا. ولكن عندما سمع المسيح الموعود عليه السلام أنه قد كيلت للنبي صلى الله عليه وسلم شتائم بذيئة في الجلسة، قال للمولوي نور الدين: كيف قبلت غيرتك أن تجلس في تلك الجلسة؟ لماذا لم تخرج منها فورا؟ كان المسيح الموعود عليه السلام في ذلك الوقت في حماس شديد، لدرجة وكأنه سيسخط عليه نهائيا. قال المولوي المحترم: لقد أخطأت يا سيدي. قال عليه السلام: أي خطأ هذا أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وتبقى جالسا فيه؟ ويقول المسيح الموعود في مكان آخر: كنت أنا أيضا مع المولوي نور الدين في تلك الجلسة، فنهرني المسيح الموعود عليه السلام بشدة وقال: لماذا بقيت جالسا هناك؟
والذين يتهمون المسيح المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هل لهم أن يبارزوه عليه السلام في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليت هؤلاء المتهمون ينتبهون إلى حب المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم للنبي. ثم ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه مناظرة المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم التي تمت بينه وبين عبد الله آتم. إن مناظرة المسيح الموعود عليه السلام منشورة في كتابه الحرب المقدسة، وقد عقدت هذه المناظرة حين كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد أعلن أنه هو المسيح الموعود، وكان المشايخ قد كفروه وأصدروا فتاوى بوجوب قتله. يضيف حضرته رضي الله عنه ويقول: الأمن الذي تحظى به الجماعة حاليا لم يكن متيسرا في تلك الأيام، علما أن تاريخ هذا الكلام يعود إلى 1923، بل كان أفراد الجماعة كلهم في كل مكان يواجهون ظروفا صعبة لا يواجهها أفراد الجماعة الآن إلا في مناطق عددهم بها قليل جدا. ففي ظل هذه الظروف عقدت المناظرة مع مسيحي، لأنه كان قد تحدى المسلمين من غير الأحمديين في منطقة جونديالا للمبارزة. فوجه هؤلاء المسلمون غير الأحمديين إلى هذه الدعوة إلى المسيح الموعود عليه السلام، وطلبوا منه أن يناظر ذلك المسيح نيابة عنهم. باختصار، طلب من شخص غير أحمدي أن يناظر مسيحيا، ثم وجهت الدعوة إلى المسيح الموعود لهذا الغرض، فاستعد لها حضرته عليه الصلاة والسلام فورا، ولم يقل حينئذ إن المسيحيين ليسوا أعداء الإداء لنا كعداوة المسلمين غير الأحمديين، لأن المسيحيين لم يفتوا بقتله، ولكن المشايخ غير الأحمديين كانوا قد أفتوا سلفا بقتله عليه السلام. ولكن عندما طلب منه، وإن كان الطلب من قبل المسلمين غير الأحمديين، طلب منه المناظرة لإقامة عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة الإسلام وترسيخ دعائم وحدانية الله عز وجل، خاض المسيح الموعود عليه السلام المناظرة فورا، وسافر مغادرا قديان. فبسبب غيرته الإيمانية لم يبالي بشيء. على أي حال، كانت هذه المناظرة طويلة، فامتدت إلى 15 يوما، وفي نهايتها دعا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وحدد معيارا للتمييز بين الصادق والكاذب، وتنبأ بنبوءة. وقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بشأن تلك النبوءة: ما كشف علي هذه الليلة هو ما يلي، عندما دعوت الله تعالى بكل تضرع وابتهال وسألته أن يحكم في هذا الأمر، وقلت إننا لسنا سوى عباد ضعفاء، وبدون حكمك لا نستطيع أن نحقق شيئا. أعطاني ربي هذه الآية بشارة منه، مؤداها أن الفريق الذي يختار الباطل عمدا مؤداها أن الفريق الذي يختار الباطل عمدا في هذا النقاش من بين الفريقين ويترك الإله الحق ويؤله الإنسان الضعيف، مصيره أنه سيلقى في الهاوية خلال 15 شهرا، أي شهرا مقابل كل يوم من أيام المناظرة، وأنه سيلقى ذلا وهوانا كبيرين إذا لم يرجع إلى الحق. أما الذي على الحق ويؤمن بالله الحق فستظهر بذلك عزته وإكرامه. إذن كان المسيح الموعود عليه السلام يؤمن بإله صادق، أما المسيحيون فكانوا قد أله يسوع وكانوا يناقشون الموضوع نفسه. على أي حال، كانت المناظرة طويلة كما قلت، وقد رأى العالم كله عاقبتها أيضا. وقد روى المصلح الموعود حادثين اثنين بهذا الشأن، وسأسردهما عليكم. فقد ذكر رضي الله عنه الخواجة غلام فريد من شاشران شريف في أثناء الحديث عن هذا الموضوع أنه عندما مضى ميعاد نبوة المسيح الموعود عليه السلام الإنذارية عن عبد الله آتم،
ولم يمت عبد الله آتم، بدأ أصحاب النظرة السطحية بإثارة الشغب والضجيج قائلين بأن نبوءة الميرزا كانت كاذبة. ذات مرة بدأ يسخر بعض الناس في بلاط نواب بهاولبور أن نبوءة الميرزا المحترم لم تتحقق، إذ إن آتم ما زال حيا. وكان في المجلس خواجة غلام فريد المحترم من شاشران شريف أيضا، وكان النواب من مريديه. وأثناء الحديث خرجت من فم النواب أيضا جملة: نعم، إن نبوءة الميرزا المحترم لم تتحقق. فتحمس الخواجة المحترم كثيرا وقال بمنتهى الجلال: من ذا الذي يقول إن آتم حي؟ إنما أرى جثمانه. فصمت النواب المحترم. يقول سيدنا المصلح موعود بعد سرد هذا الحادث: بعض الناس يبدون أحياء في الظاهر لكنهم في الحقيقة أموات، ويبدو البعض الآخرون أمواتا لكنهم في نظر الله أحياء. أما الذين هم أحياء فيرى أصحاب الرؤية الروحانية ألوفا منهم موتا. فقد ورد عن أحد الصالحين أنه كان يقيم في المقبرة، وحين سأله أحد ذات مرة: لماذا تركت الأحياء وأتيت إلى هنا في المقبرة؟ فقال: إنما أرى الجميع في المدينة موتى، أما هنا فأرى أحياء. فليس من شأن كل واحد معرفة الأحياء والموتى الروحانيين، ويجب على المؤمن الحقيقي أن يسعى لإحراز هذه المعرفة. لكنه إذا كان المرء يملك النظرة الروحانية فعندها يقدر على تمييز الموتى من الأحياء، ويجب أن يسعى لذلك كل واحد منا. أما عبد الله آتم فأود أن أخبركم أنه لم يكن ميتا روحانيا فحسب، بل كان قد أصابه الموت المادي أيضا بحسب النبوءة، إلا أنه حصل تأخير قليل، وذلك لأسباب قد بينها المسيح الموعود عليه السلام بنفسه. ثم عن النبوءة بحق آتم نفسها قد بين المسلم رضي الله عنه في موضع فقال: يجب على المؤمن أن يتوكل على الله. صحيح أن الله هو الذي ينجز الأعمال، لكن يجب علينا أن نفعل ونفكر ونقول بحسب ما قاله الله سبحانه وتعالى حصرا، أي يجب أن نفعل ونفكر ونقول بحسب ما يقوله الله لنا. فحين أعلن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام النبوءة ضد آتم وانقضى الميعاد، كان عمري يوم ذاك 6 أو 7 سنوات، يقول المصلح موعود. وأتذكر ذلك المشهد جيدا، حيث كانت المكتبة في قاديان، وكانت السيارة واقفة في الغرفة المجاورة لها، وكان الخليفة الأول يلقي الدرس في الغرفة الواقعة غربها، أو كان يمارس الطب فيها، كما ظل المولوي قطب الدين رضي الله عنه هو الآخر يمارس الطب فيها في الأيام الأخيرة. وكانت معها أيضا حجرة تودع فيها الكتب، وكان عندها مطبعة لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وفي الغرفة التي كان الخليفة الأول يمارس فيها الطب يتم فيها تجليد الكتب، ومن ثم توضع في الحجرة. باختصار، كان بعض تلامذة الخليفة الأول أيضا يقيمون فيها. في ذلك الزمن كان قليل من الناس يأتون إلى هناك، لذا كان الذين يأتون عادة يدرسون عند الخليفة الأول، وكان المكان نفسه مدرسة يدرس فيها الخليفة الأول، ولم تكن هناك أي مدرسة أخرى. وكان الناس يدرسون عند حضرته ويخدمون الجماعة أيضا.
أنا أتذكر جيدا أني عند انتهاء ميعاد النبوءة عن آدم، وربما كان ذلك في أواخر 1894 أو أوائل 1895، كنت صغيرا إذ كان عمري يوم ذاك 5 سنوات ونصف أو 6 سنوات، وما زلت أتذكر ذلك المشهد، ولم أكن أفهمه يوم ذاك لأني كنت صغيرا، لكنني الآن أفهم من خلال الأحداث أن في اليوم الأخير من ميعاد النبوة عن آتم، أي يوم كانت 15 شهرا تنتهي، كان الناس يصرخون باكين ويدعون متضرعين أن يموت آتم، وكان ذلك بين العصر والمغرب. ثم حانت الصلاة وصلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بالناس، وبعد الصلاة جلس. لم أكن أحضر في هذه المجالس بانتظام، بل كنت أجلس فيه نادرا، لكنني في ذلك اليوم جلست في المجلس، وأتذكر أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أبدى الغضب على الذين كانوا يدعون الله بابتهال لموت آدم، وقال: هل عند أحد غيرة لكلام الله أكثر منه؟ فحين قال الله سبحانه وتعالى إنه سيحدث كذا، فعلينا أن نؤمن حتما بأنه سيحدث لا محالة. أما إذا كنا أخطأنا في فهم كلام الله، فليس لزاما على الله أن يقرر بحسب خطائنا. أي إذا كنا فهمنا الأمر خطأ، فليس الله ملزما بأن يحقق الأمر بحسب ما فهمنا. وحين آمنا بأن شخصا صادق، فإنما من واجبنا أن نوقن ونثق بما يقول. باختصار، من واجب المؤمن أن يتوكل على الله، إن كلام الله تعالى يتحقق في كل حال. وهذه النبوة كما ذكرت تحققت حتما بقوة، وإن كانت تأخرت مؤقتا لتوبة عبد الله آدم، لكنه صار فريسة لها أخيرا. وفي هذا الخصوص تكلم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، وأذكر لكم واحدا أو اثنين. فقد قال في بيان النبوة عن آدم: على أبناء جماعتنا أن يتذكروا هذه المسائل دوما، فلا يغيبن عن البال بخصوص رجوع آدم أنه أخرج لسانه فور سماع النبوءة، ووضع يديه على أذنيه وارتجف وشحب لونه، وقد لوحظ رجوعه عند جماعة كبيرة، ثم استولى عليه الخوف وظل ينتقل من مدينة إلى أخرى، وتخلى عن المعارضة، ولم ينشر قط أي عبارة ضد الإسلام. وحين دعي للقسم من خلال الإعلان على أن يمنح جائزة، لم يستجب، ثم هلك تحقيقا للنبوءة الصادرة ضده عقابا على إخفاء الشهادة. فلو عرضت هذه الأمور على أي مسيحي منصف لما وجد بدا من التسليم. باختصار، إن تذكر المسائل على هذا المنوال واجب، وقراءة الكتب أمر مهم، وتعرفون ذلك إذا قرأتم كتب المسيح الموعود عليه السلام. ثم قال حضرته في موضع آخر: إن هذه النبوءة كانت شرطية، فقد ظل فزع مذعورا ويتنقل من مدينة إلى أخرى، فلو كان يوقن ويثق بربه المسيح فما معنى هذا الاضطراب الكثير؟ إلا أنه حين أخفى الحق وأراد إضلال العالم، لأن إخفاء الحق كان يمكن أن يكون حجر عثرة في طريق بعض غير المطلعين، فقد أخذه من هذه الدنيا بحسب وعده الصادق في الشهر السابع من صدور إعلان الأخير، والموت الذي كان يخافه ويهرب منه قد أصابه. لا أفهم
أي إشكال يمكن أن يواجهه الناس في قضية آتم، فالقرائن القوية موجودة بكثرة ومع ذلك ينكرون. ومعلوم أن المحاكم تدين المجرمين بالقرائن القوية بالإعدام. باختصار، كانت هذه الآية المتعلقة بآتم عظيمة، وقد ورد في البراهين الأحمدية إلهام بكلمات صريحة وواضحة عن هذه الفتنة. ثم قال حضرته رضي الله عنه في موضع في بيان هذه النبوة: لقد قيل فيها إذا لم يرجع إلى الحق، ولم يرد فيها بشرط أن يسلم. لقد سبق له أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم دجالا والعياذ بالله، وكان هذا هو الدافع إلى المناظرة. ثم عندما أعلنت النبوءة ووضع يديه على أذنيه على الفور وقال: معاذ الله معاذ الله، لا أسميه دجالا، إن هؤلاء الناس لا يدركون أن التنصر أو عبادة الأوثان وحدها لا تستدعي العذاب في الدنيا، بل إن يوم القيامة مقرر لمثل هذه العذابات. العذاب يحل دائما نتيجة التجاسر والتجرؤ. فلو لم يتجاسر أبو جهل وغيره ولم يثير الفتن لما نزل العذاب. إن مجرد الاعتقاد بالباطل لا يستدعي عذابا ولا يستصدر أي نبوءة، وإنما تصدر النبوءات نتيجة التجاسر دائما. مهما عبد الإنسان أوثانا أو عبد أناسا فلا ينزل عليه العذاب ما لم يتجاسر. لو نزل العذاب بناء على الأمور المذكورة آنفا، ماذا سيبقى ليوم القيامة؟ السجن الحقيقي للكفار هو القيامة، أي مكان اتخاذ القرار عن مصير الناس هو القيامة. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا إذن يحل العذاب في الدنيا؟ وجوابه بإيجاز إنه ينزل نتيجة التجاسر، أي أن العذابات التي تنزل في هذا العالم فإنما بسبب التجاسر. لقد حاول خلال هذه المناظرة القصص الذين كانت المناظرة تتم معهم أن يظهروا للناس ضعف المسيح الموعود عليه السلام، فكادوا له واختاروا طريقا لإهانته أمام الناس، ولكن الله تعالى قلب عليهم شرهم وطرأت عليهم حالة من القلق الشديد، وكانت جديرة بالرؤية على حد قول الذين عاينوها. يقول المصلح رضي الله عنه عن الخليفة الأول رضي الله عنه أنه كان يقول، أما المصلح رضي الله عنه فيقول: بأنني كنت طفلا صغيرا حين ذاك. لقد رأينا أثناء المناظرة التي تمت مع القسيس آتم مشهدا أذهل عقولنا أولا، ثم رفع إيماننا إلى السماء. فلما عجز القسس في المناظرة ورأوا أنهم لا تنفعهم حيلة تجاه حضرته عليه السلام، مكروا مكرا بمساعدة بعض المسلمين ليستهزئوا به عليه السلام. فأحضروا في أحد الأيام بعض الصم والعمي والعرج قبل موعد المناظرة وأجلسوهم جانبا، ولما حضر المسيح الموعود عليه السلام قدموهم إليه فجأة وقالوا: إن هذا النزاع لن يحسم بالنقاشات، إنك تدعي بأنك مثير للمسيح الناصري، وكان المسيح يهب البصر للعمي والسمع للصم وقوة المشي للعرج، وقد أحضرنا كل هؤلاء لكي لا تتعب في البحث عنهم، فإذا كنت مثيلا للمسيح الناصري حقا فاشفهم. يقول حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه: لما سمعنا كلام القصص وجلت قلوبنا وأصابنا قلق شديد، إذ كنا نعلم أنه كلام فارغ، ولكن خشينا شماتة الأعداء واستهزائهم، إذ لديه لعلهم بهذه الحيلة يجدون فرصة لذلك. فلما نظرنا إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام
لم نجد عليه أي آثار للقلق أو الضيق، بل لما فرغ القسوس من كلامهم قال: أيها القسيس المحترم، إن المسيح الذي أدعي بأني مثيل له لم يكن بحسب تعليم الإسلام يشفي العمي والصم والعرج الماديين، وإنما أنتم الذين تعتقدون بأن المسيح كان يشفي العمي والصم والعرج الماديين. وقد ورد في كتابكم أيضا أنه لو كان فيكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، وترون ما أريكم من معجزات. فلا يحق لكم أن تطالبوني بهذا، أما أنا فعلى أتم الاستعداد بإراءة معجزات أراها سيدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو طالبتموني بها فإني مستعد لأريكم إياها. أما المعجزات التي تقولون أن المسيح قد أراها، فإن كتابكم يعلن أن كل مسيح فيه حبة خردل من الإيمان قادر على أن يريها، وقد أحسنتم صنعا إذ وفرتم علينا تعب البحث عن العمي والصم والعرج، فاشفوهم إن كان فيكم مثقال حبة خردل من الإيمان. ويروي الخليفة الأول رضي الله عنه أن هذا الجواب بهت أولئك القسيسين الكبار، فأخذوا يبعدون العمي والصم والعرج عن أنفسهم. إذن فإن الله تعالى يكرم مقربيه في كل موطن ويلهمهم من الأجوبة ما يبهت الأعداء تماما. كان أحد يكن للمسيح الموعود عليه السلام تقديرا كبيرا بداية، ثم ارتد. يقول عنه المصلح الموعود رضي الله عنه: كان شخص يدعى مير عباس علي، وكان يكن لحضرته عليه السلام إخلاصا كبيرا، لدرجة تلقى حضرته وحيا أيضا عن حالته التي كان عليها في ذلك الوقت. فلما تمت المناظرة بين المسيح الموعود عليه السلام وبين المولوي محمد حسين البطالوي، حمل إليه مير عباس علي رسالة حضرته. فلما وصل هناك استقبل بكل تقدير واحترام من قبل المولوي محمد حسين والمشايخ الكبار الآخرين، حيث أخذوا يقبلون لديه قائلين: إنك تنحدر من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإننا مستعدون لبيعة أمثالك، ولكن من أين خرج لنا هذا المغولي؟ لو كان هناك مبعوث موعود بمجيئه لكان ينبغي أن يأتي من عائلة السادات. ثم ذكروا بعض الأمور المتعلقة بالتصوف والصوفية، ولما كان مير عباس علي يقدر الصوفية أيما تقدير، فذكر له هؤلاء المشايخ بعض القصص للصوفية من هنا وهناك، قائلين إنهم كانوا يرون مثل هذه الأعاجيب. ثم قال له بعد ذكر هذه الواقعات: إذا كان ميرزا صاحب على شيء فليرنا من هذه الأعاجيب شيئا وسنؤمن به اليوم، مثلا فليمسك الحية أو يقوم بشيء من هذا القبيل. لقد وقر هذا الأمر في قلب مير عباس علي، فلما جاء إلى حضرته عليه السلام قال: سيدي، إذا أريت كرامة آمن بك المشايخ كلهم. كان حضرته عليه السلام يقول: لما خرجت كلمة الكرامة من لسان مير عباس علي، تيقنت أن المشايخ وقعوه في فخهم. ثم نصحه المسيح عليه السلام كثيرا وأفهمه كثيرا، ولكنه لم يستوعب شيئا، وكانت النتيجة أنه ضاع إيمانه وتلاشى تقديره وإخلاصه الذي يكنه لحضرته. ثم ذكر حضرته رضي الله عنه واقعة مير عباس علي هذه، وقال: لقد أعلم المسيح الموعود عليه السلام عن مير عباس علي مرة أنه صالح وتلقى وحيا بهذا الخصوص، فأصبح حضرته يمدحه بناء عليه،
ولكنه لم يعط حتى ذلك الوقت علما بمصيره، ولم يعرف أنه سيرتد في يوم من الأيام، بل أعلمه الله لاحقا بهذا الأمر. فعلم الإنسان محدود جدا، وعلم الله هو الكامل الشامل لكل شيء، ولا يستطيع أحد أن يحيط بعلومه، ولا يخبر الأنبياء الناس إلا بالقدر الذي يخبرهم الله به. وهناك أمر آخر يتعلق بمير عباس علي، الذي كان يكن للمسيح الموعود عليه السلام تقديرا كبيرا وعميقا، وتلقى حضرته عنه وحيا فأثنى على قواه الروحانية، ولكنه ارتد فيما بعد. فاعترض بعض الناس على المسيح الموعود عليه السلام أنه ما دام قد ورد مدحه في الوحي الإلهي، فلماذا ارتد إذن؟ قال حضرته: لا شك أن الوحي كان يتضمن مدحه، وكان كلام الله ينبئ عن تمتعه بقوى روحانية عليا، ولكنه لما استخدم هذه القوى في غير محلها تولد فيه الكبر والغرور، فنزل عليه غضب الله تعالى، وبالتالي ارتد. يقول المصطفى رضي الله عنه: يخبرنا دعاء سورة الفاتحة أن مرض النفاق والكفر يلازمان الإنسان كل حين وآن، ويهاجمانه بعد دخوله في المنعم عليهم، أي يهاجمانه بعد دخوله في حزب الذين أنعم الله عليهم. والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى المذكورين في سورة الفاتحة ما آلوا إلى حالتهم هذه إلا بعد دخولهم في المنعم عليهم، فإن لم يعرف المنعم عليهم مكانتهم ويتصرفوا بحسبها، فإن الله تعالى يدخلهم بسبب تكبرهم إما في المغضوب عليهم أو في الضالين. فينبغي أن تتذكروا هذه النقطة دوما، وينبغي أن تتذكروا الدعاء الذي علمنا الله تعالى في آخر سورة الفاتحة من أجل تجنب السيئات، وذلك لكي يجعلنا الله تعالى ضمن المنعم عليهم دوما، وألا تظهر فينا الآثار السيئة المذكورة. لا يمكن بناء صلاح أحد على علمه، يقول عن ذلك حضرته رضي الله عنه: إذا افترضنا بناء الفضيلة والصلاح على العلم فحسب، لزمنا تكذيب أنبياء العالم كلهم والعياذ بالله، وذلك لأن الذين يعارضونهم عموما هم العلماء، أي إن العلماء المعروفين هم الذين كانوا يعارضون أنبياء زمنهم. لقد عارض المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا مثل هؤلاء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم علماء كبار بحسب العلوم الظاهرية، لدرجة أن المولوي محمد حسين بطلوي كان يكتب عن المسيح الموعود عليه السلام بكل ازدراء منشي غلام أحمد، أي وكأن حضرته مجرد كاتب أو محرر، بحيث يستطيع كتابة 4 أسطر، ولكنه ليس بعالم. وكان يتبجح بهذا الأمر ويبتهج، لأنه كتب عن المسيح الموعود عليه السلام بأنه محرر أو كاتب. ثم ذكر حضرته رضي الله عنه قائلا: كنت صغير السن عندما ذكر المولوي سيد محمد أحسن الأمروهي في المجلس إن المولوي محمد حسين بطلوي كتب عني بأنني المولوي، ولكنه كتب عن المسيح الموعود عليه السلام بأنه محرر أو كاتب. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد ساءني أنا ذاك مع صغري إنه لماذا ذكر هذا الأمر في المجلس، ولا يزال يسوءني. فعلى المؤمنين أن ينقوا كلمات لائقة محترمة أو لا حاجة بهم لذكر مثل هذه الأحداث. نستمع الآن إلى واقع ذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه عن مدى تمسك المسيح الموعود عليه السلام بالصدق. وضع حضرته عليه الصلاة والسلام رسالة في طرد للكتب بعثه إلى أحد عبر البريد بدون أن يعلم أن هذا ممنوع بحسب تعليمات وقواعد خدمة البريد، فرفع مكتب البريد قضية ضده عليه السلام،
وعينوا مسؤولا لهم لمتابعة القضية، وقد حث هذا المسؤول على معاقبة حضرته على هذه الجريمة ليكون عبرة للآخرين. فقال المحامي للمسيح المسيح عليه السلام: الأمر سهل جدا، إن رجال البريد لم يفتحوا طردك أمام الشهود، فعليك أن تقول في بيانك أنك أرسلت الرسالة منفصلة عن الطرد، ولكنهم بسبب عدائهم يقولون إنها كانت موضوعة في الطرد. فقال حضرته: هذا كذب صريح. قال المحامي: لن تنجو من العقاب بدون هذا القول. قال عليه السلام: لن أكذب مهما حدث. فلما سئل حضرته في المحكمة: هل أنت وضعت الرسالة في الطرد؟ قال: نعم، أنا وضعتها في الطرد، ولكني لم أكن على علم بهذه التعليمات البريدية. ويقول حضرته عليه السلام: فألقى النائب العام خطابا طويلا مصرا على إنزال العقوبة علي لأكون عبرة للآخرين. ولما كان خطابه بالإنجليزية فلم أفهم منه شيئا، إلا أن القاضي عندما كان يقول نو فكنت أفهم قوله هذا. ولما انتهى النائب العام من خطابه، قال القاضي: ما دام قد صدق القول فإني أحكم ببراءته. لقد استمعنا إلى هذه الواقعة وقرأناها مرارا، وقد ذكرتها أنا أيضا في مناسبات كثيرة، ولكن نكتفي بالاستمتاع بسماعها فقط للأسف. هذا نموذج قدمه لنا حضرته في قول الحق. لذا فعلى الذين يفشلون في قول الحق من أجل بعض مصالحهم الشخصية أن يفحصوا أنفسهم. في هذه الدول يتحايل الناس من أجل الحصول على معونات حكومية، أو على حق اللجوء، أو على أموال من شركات التأمين. وعلى الأحمديين الذين يلجؤون إلى مثل هذه الحيل أن يفكروا ويعلموا أنهم إنما يلجؤون إلى هذه الحيل الدنيوية غير المشروعة من أجل حطام الدنيا، وهذا لا يليق بمسلم أحمدي أبدا. الآن أذكر لكم شيئا عن الرقية والتمائم التي يميل إليها كثير من الناس. كتب حضرة المصلح موعود رضي الله عنه: قال المسيح المعود عليه السلام: إن أبا هريرة رضي الله عنه كان أقل تفقها من الصحابة الآخرين، فأثار المشايخ على قوله هذا ضجة كبيرة، ولكن الحق حق، فإن كل الروايات التي يستغلها المسيحيون للهجوم على الإسلام هي مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه. السبب أنه رضي الله عنه كان لا يراعي السياق في ذكر مختلف الأحداث والأمور، ويذكر أجزاء من الكلام غير مستوعب لها تماما. أما غيره من الصحابة فكانوا يرون الأمور والأحداث آخذين في الاعتبار سياقها. لقد بدأت الروايات عن المسيح الموعود عليه السلام تنشر الآن، وكثير منها مروية عن أناس لم يكونوا متفقهين في الدين، فيعترض علينا الناس بسببها. فنشرت ذات مرة رواية أنه لما بقي يوم واحد في انقضاء المدة المضروبة لتحقق نبوة هلاك آتم، قال المسيح الموعود عليه السلام للبعض أن يأتوه بحبات الحمص بعدد كذا، بعد أن يقرأوا عليها سورة فلانية كذا مرة. فلما جاءوه بالحبات بعد قراءة السورة عليها بالمرات المطلوبة، ذهب بها خارج قاديان وألقاها في بئر معطلة بسرعة، ثم ولى مدبرا ولم يعقب. ويتابع حضرة المسلم رضي الله عنه ويقول: لما أثير أمامي الاعتراض على هذه الرواية سألت المسؤولين وقلت: لماذا كتبتم هذه الرواية؟ فإنها تنافي عمل المسيح الموعود عليه السلام تماما، وتوحي وكأن حضرته أيضا كان يلجأ إلى اتخاذ الرقى والتمائم والعياذ بالله. ثم قمت بتحري الأمر، فتبين أن شخصا كان قد رأى رؤيا كهذه فذكرها لحضرته عليه السلام، فقال له حضرته: يمكنك تحقيقها في الظاهر. وتحقيق الرؤيا في الظاهر شيء، أما القيام بمثل هذا العمل إرادة وعمدا فشيء مختلف تماما، ويكون وراء تحقيق الرؤيا ظاهرا في بعض الأحيان هدف خاص، ألا وهو أن يدفع الله ما في الرؤيا من شر إن أراد. فقد كتب المعبرون أن الرؤيا المنذرة
إذا ما تم تحقيقها ظاهرا فلا يظهر ما فيها من شر بإذن الله، إذ يعد الله تحقيقها ظاهرا تحققها في الواقع. ونجد مثلا على ذلك في الحديث، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواري كسرى في يد سراقة بن مالك، وكان فيها إشارة إلى فتح بلاد الفرس، وهذا هو التعبير الذي نذكره عموما، ولكن كان في ذلك إشارة أيضا إلى أنه بعد فتح البلاد الفارسية سوف تقع على الإسلام بعض المصائب والمشاكل من قبل الفرس، ذلك إن رؤية الذهب في المنام تعني الهم والمصيبة. ففهم سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الرسالة الكامنة في الرؤيا، فدعا سراقة وقال له البس هذه الأسورة وإلا سأضربك بالسياط. لا شك أن لبس الذهب ممنوع على الرجال، ولكن عمر رضي الله عنه ألبسها سراقة ليس تحقيقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر فحسب، بل أيضا دفعا لأي شر كامن في الرؤيا. وبالفعل ألبس عمر سراقة الأسورة الذهبية، وهكذا حاول دفع ما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من دواعي الهم والغم. وعليه فإن بعض الأمور تثير التساؤل إذا ما ذكرت مقطوعة عن سياقها وسباقها. مرة ألقى المصلح موعود رضي الله عنه خطبة نصح فيها أفراد الجماعة بتجنب الخصومات وأعمال الفساد، وكان ذلك في عام 1931، وقال بأن الجماعة قد بلغت مرحلة نضوجها، فعلينا الآن أن نجعل أنفسنا وإيماننا متوافقا مع العلوم الدينية، أي ينبغي أن نجعل عملنا متماشيا مع علوم ديننا. بعد ذكر هذا الأمر أخبر حضرته أنه قد طرد أحد من الجماعة لهذا السبب بنفسه، فلما بدأ حضرته بالخطبة الثانية وقف أحد يسأل الخليفة الثاني: سيدي، ما اسم هذا الشخص الذي أعلن عن طرده؟ فقال له أحد آخر: ينبغي تجنب الكلام أثناء الخطبة. تبسم المصلح الموعود رضي الله عنه ثم ذكر واقعة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أن حضرته عليه السلام كان يذكر في المجلس مرة حادث تفتيش بيته، وأنه قام به مفتش الشرطة في جورداسبور بعد حادثة قتل الإكرام. قال حضرته: لما أراد مفتش الشرطة المرور من إحدى الأبواب الصغيرة اصطدم رأسه بقوة بحلق الباب فاختل توازنه. قدمنا له حليبا للشرب إلا أنه رفض قائلا: جئت هنا للتفتيش، وشرب الحليب هنا يخالف واجبات المهنية. هذا ما رد به المفتش على المسيح الموعود عليه السلام. فلما سمع ذلك هذا الشخص الذي ذكر قبل قليل أنه سأل المصلح الموعود عن اسم المعلن عن طرده، سأل المسيح الموعود عليه السلام فورا: هل أدمي رأسه أم لا؟ تبسم حضرته عليه الصلاة والسلام وقال: لم أخلع قبعته لأرى ذلك. فبعض الناس يعتادون على الكلام دون ما سبب أحيانا، على أي حال يمنع الكلام أثناء الخطبة، ومن تكلم ونصحه أحد بأن الكلام أثناء الخطبة ممنوع فإن تصرفه أيضا خاطئ. يمكن إيصال الفكرة بالإشارة أو يتم النصح بعد الخطبة. وعلى ذلك أيضا ذكر المسلم رضي الله عنه طرفة أخرى، فقال: جاء شخص إلى المسجد حين كانت الصلاة بالجماعة تقام، فألقى السلام بصوت عال، ورد عليه أحد المصلين بصوت عال: وعليكم السلام. فقال له مصلي آخر بجنبه: ألا تعرف أن الكلام ممنوع أثناء الصلاة؟ فلماذا ردت عليه السلام؟ على أي حال ينبغي أن تتذكروا أن الخطبة أيضا جزء من الصلاة، لذلك يمنع التكلم أثناء الخطبة.
إذا كانت هناك حاجة للتكلم أو لمنع شيء فبإمكان الإمام الذي يلقي الخطبة أن يفعل ذلك. أما أثناء الصلاة فلا يحق للإمام أيضا أن يتكلم. ينبغي تربية الأولاد في البيت من البداية أنه كما يمنع الكلام أثناء الصلاة كذلك يمنع أثناء الخطبة أيضا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.